المعركة الثانية هي معركة عين بزيزو. إذا تمشي لي الله يخليك مسجد عندك المهم الخارطة الأولى إذا ممكن ترجع لها وصافي، ولا الخارطة الثالثة رقم ثلاثة. معركة عين بزيزو تابعة لقيادة مسجدان. أنا نوعت في المعارك باش ما نكونوش متحيزين غير لهذه المنطقة ديال نوعت حتى منطقة ديال منطقة ديال مسجدان عندها حضور قوي. معليش معليش نعم لا واجب هذا هو التاريخ ماشي احنا اللي أبطال كلشي أبطال. على أيه معركة مسجدان، ولكن المعركة صدفت المفاوضات اللي كان كيجري يوم واحد الخميس مع فرنسا في لاسي سان كلو، اللي انتهت ببيان لاسي سان كلو يوم 6 نوفمبر. اذا عين بزيزو هي المنطقه اللي في ما بين زكيتان وما بين عين زورا، هي هذيك منطقه بوسكوس هي هذيك المنطقه ديال عين بزيزو تبع البوسكوس. قلت هاد المعركة جات في واحد الظروف دقيقة جدا. أولا كانت المفاوضات الجارية بين محمد الخامس والقوات الفرنسية، وتصدر البيان ديال لاسي سان كلو ديال 6 نوفمبر. وفي هاد الفترة كان مجموعة ديال تطوان، جماعة ديال تطوان اللي كان كيترأسها الخطيب، كانوا كيحاولوا يهرسوا جيش التحرير بكل ما أوتوا من قوة. عباس المسعدي كان تقرر في هذه الفترة باش يتعزل، غيتعزل وغيجيو أربعة د الناس من تطوان هما يتولوا بلاصتو، هما الغالي العراقي حسين برادان، حسين أعرج، وديما تعاملي داز بونعيلات. إذا هاد المعارك ديال عين زيزو كانت برد وسلام على باسم مسعدي، انهما كانوا كيتهموه على ان داك الشيء ديال جيش التحرير فاشل ما بقى فيه ما يدار. ثانيا عباس المسعدي كان عنده كيشوف في جزنايه في القاده ديال جزنايه واحد الشبح كان كيتخوف منهم، كان كيعرفوا وناس اشداء، وكان في صباح الحديث على الغابوشي كان الوحيد اللي يعتبر برايه هو الغابوشي فقط. اما القادة بحال السي عبد العزيز بحال الاخرين هذا كانوا ماشي ضدو، هما كيقولوا له باش نرجعوا للتاسيس حنا اللي اسسنا، اش جي انت جيتي جبرتي الخبزة طيبة راكم قريتوها في المذكرات هكذا بهذه العبارة، جيتي يا سي عباس جبرتي الخبزة طيبة وبغيتي تديها كاملة راه حنا اللي اسسنا. ومنين كان بغى يفرض عليهم الغابوشي قالوا له لا، قال لهم الغابوشي عاد قتلناه أسبوع قبل قيام الثورة ما تصدعناش به. باش نقول الإنسان خصو يقرا مزيان اش كاين. المهم هاد المعارك ديال عين بزيزو بشكل مختصر كانت تقريبا 9 ولا 10 المعارك بحال هاد الشكل ديال ضواحي أجدير. كانت معركة ديال واحد الكوموندو ديال بوسكور نصب الكمائن للقوات الفرنسية. كان في 3 نوفمبر عين بزيزو شهدت واحد المعركة كبيرة مع الفرنسيين، ماتوا فيها شي 33 جندي. 5 نوفمبر نفذ هجوم على مركز القوات المساعدة، قتل فيه عدد غنمت فيه 5 بنادق. 7 نوفمبر حاولت واحد القوة الفرنسية باش تمغل في المناطق اللي فيها جيش التحرير، ولكن قاوموها وهربوا منين حينما هربوا من جيش التحرير تمغلوا في الاراضي التابعه لاسبانيا، وكانت هذه ضجه وفضيحه لفرنسا. المهم نهار 7/8/9 غادي نكتفي بتسعود 9 نوفمبر 1955 دارت معركه عنيفه في واد ختاله، وانسحب الفرنسيون من الميدان وقد فقدوا عدد من الجنود على راسهم قبطان. مات قبطان في تلك المعركه وغانم جيش تحرير بندقيتين ماس 36. اتجه قوم الفرقة الفرنسية للشمال وعلى مرتفع جبل الكتاب فاجأتهم نيران كوموندو عبد السلام الذهبي. عبد السلام الذهبي كان مقيم بدار الحياني، في الدار الحياني كانت الفرقة ديالو في دار الحياني. وهذه المعركة هو اللي جا وسيطر على الموقف.
فهاد الكوموندوس أسيرة 12 قوم من القوم وهذيك القوم من يتشدوا يشدوا الكيلاس البنادق علاش باش ما يديهم جيش التحرير عباس كان وصل منين خبروه باللي راه القوم هاش دار اش دار قد قتلوهم عدموهم 12 بأمر بن عباس في نفس المكان وفي نفس الوقت. هذه الاشتباكات ديال عين بزيزو التي دامت أسبوعا صادفت كما سبق مفاوضات لاسي سانكلو من ناحية السياسة ستشكل ضغطا على الطرفين طبعا المغربي والفرنسي المتفاوضين لتفسير موضوع الاشتباكات في الاتجاه الذي يخدم مصلحة كل طرف. فرنسا كتقول المغرب كيقول لكن سوف يكون هناك استحضار لخطورة التنظيم الذي يتنامى. هنا بدا كيتشكل الوهم عند كل جهات هاد الناس اللي كيديروا هاد المعارك بهاد الشكل بهاد الحده بهاد القوه راه ولاو خطر. عباس غيستغل الفرصه وغادي يصيفط القياده ديال تيتون يصيفط لهم واحد التقرير جهه النامي على المعارك ديال عين زيزو. يصيفط لهم واحد التقرير قوي وغيفهمهم وغايدير واحد التقرير اكثر خطوره. هذوك المجموعه اللي كانوا غايسيفطوها باش تولى في بلاصتو كانوا كيبدلوا عباس اربعه د الناس. هو فهمهم مزيان قال لهم غالي العراقي وحسين بن رادة والاعرج حسن صيفي ديال الاعرج وهذوم لا ما ذكرش بونعيلة كان راجل صحيح. قالوا ما دوم راه ما يقدوا يديروا حتى حاجه وانتم نشوفوا اش درنا حنايا. طبعا تراجعت ذاك القياده ديال تطوان على هذا الموضوع وسكتت عليه. اللي استفد من هذه المعارك كذلك عسكريا هو مثلث الموت. مثلث الموت منطقه الزنايا من بدات القوه كتمشي لهيه مثلث الموت قلت عليه الضربات. اول عباس كان عنده الغرض وكان كيدعي كيقول لهم راه فرنسا ستهاجم منطقه مثلث الموت من المنطقه الشرقيه نظرا لقوه المعارك في مثلث الموت غادي ترى فرنسا قررت هو راه يمكن انا اعتقد كان غير كيراوغ لان ما قدرش يستولي على القاده هنا ورفع من شأن قياده مزقيتان بوسكو اللي كان فيها حسين سرجان حسان بوحتات وكان فيها ملال قاضي ملال مذكرة ديال ملال راه اللي ملال يعرفوها خصو يقلب عليها مهمة جدا خصوصا المنطقة الشرقية راه المذكرة ديال ملال في كيكي رخات مزيان ذاك الفترة.